اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو فصل القمامة في المانيا، وهنعرف ارباح المانيا سنويا من عملية اعادة تدوير القمامة، وهنعرف من اي دول المانيا بتستورد القمامة، وهنعرف كمان في الفيديو ايه هي الصناديق وايه المسموح ان احنا نحطه في الصناديق دي. قبل ما نبدا الفيديو اتمنى ان انتوا لو اول مره تشوفوا القناه تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هنعرفها ان في كل منطقه سكنيه او مجموعه عمارات بيوجد زي غرفه كده بيكون بداخلها عدد من الصناديق، وكل انسان وكل شقه في العماره دي بيكون معاها مفتاح للغرفه ديت، بحيث ان هم يحطوا القمامه بتاعتهم ويقفلوا الباب تاني ويكون المفتاح ده معاهم دايما. اول حاجه عايزين نعرفها ازاي المانيا بتحقق ارباح ضخمه جدا من القمامه. اول حاجه المانيا بتعمل اعاده تدوير للقمامه عشان تاخد منها المواد الاوليه. تاني حاجة ألمانيا بتعملها ممكن تحرق القمامة التالفة عشان تولد الطاقة منها. القمامة في ألمانيا بتنقسم إلى أقسام. في القمامة البلاستيكية دي بيعملوا لها إعادة تدوير وعشان يرجعوها لصورتها الخام. تاني حاجة الورق الكرتون بيطحنوه ويعملوا له إعادة تدوير عشان يصنعوا منه المناديل الورقية. تالت حاجة بقايا الطعام بيحولوها لأسمدة وبيبيعوها للمنشآت الزراعية. رابع حاجة المواد الكهربائية هم بيعملوا لها إعادة تدوير وبيرجعوها للمواد الأولية لها. شركات النفايات في ألمانيا بتكسب كتير جدا جدا، لدرجة إن في شركة ألمانية استوردت بالفعل القمامة من إيطاليا، وألمانيا عرضت على السويد وعلى الدنمارك شراء القمامة منهم، لأن الحكومة الألمانية بتدعم إعادة التدوير أو صناعة القمامة بقوة عشان هم بيحافظوا على البيئة وعايزين يحافظوا كمان على الاقتصاد، لأن ألمانيا حققت أرباح هائلة من القمامة في السنة وصلت ل 100 مليار دولار، وده حاجة ضخمة جدا جدا من حاجة يعني من القمامة. زي ما بنقول احنا عندنا في بلادنا ما بنستفادش من القمامة، يعني 100 مليار دي ثروة ضخمة جدا. كمان هنلاقي ان في ألمانيا في قانون بيلزم كل المواطنين ان هم يعملوا فصل للقمامة في المنزل، وبعد كده يعني مثلا يحطوا البقايا الطعام في كيس، ويحطوا البلاستيك في كيس والورق في كيس، والأجهزة الكهربائية برضو بينزلوها في مكان مخصص، وهنتكلم دلوقتي على كل صندوق واسمه والحاجات المخصصة اللي احنا نحطها فيه. يعني سعر طن النفايات بيتباع ب100 يورو، وبيختلف سعر النفايات دي سعر الطن فيها حسب الجودة بتاعتها. دلوقتي هنتكلم عن الصناديق وعددها. المدن في ألمانيا بتختلف في عدد الصناديق عن بعضها، يعني في بعض المدن بيكون عندها صندوقين فقط، وهو صندوق البيو اللي هو العضوي أو الحيوي، وصندوق الريست مول اللي هو بقايا القمامة كلها بتتحط مع بعضها. دول بقى ما بيتعبوش ولا أي حاجة، هم شوية حاجات هنا وشوية حاجات هنا. في ناس تانية عندهم يعني صندوق ثالث وهو بيحطوا فيه الورق، وبرضو دول مش بيتعبوا. وفي ناس تانيين بيتحط عندهم صندوق رابع لونه أصفر أو لونه أحمر، دوت بيكون خاص بالمواد القابلة للتدوير أو عليه شريطة حمراء، يعني مش شرط كل الصندوق يكون لونه أحمر أو كله لونه أخضر. في بقى ناس بيبقى عندهم الأربعة زي ما قلنا، اللي هو الصندوق الرابع ده اسمه فيرتشتوف، اللي هو المواد القابلة لإعادة التدوير. هنيجي دلوقتي نتكلم على كل نوع منهم وايه الحاجات المسموح اللي احنا نحطها معاه فيه، لان في ناس كتير بتبقى جاية ألمانيا جديدة ما بتبقاش عارفة ازاي تفصل القمامة، وانا واحدة من الناس.
ده الفيديو بتاعي النهاردة، أتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.